يا عم ارحمني. هو انت كل شويه ترن عليا؟ هو انت ما بتزهقش يا عم؟ شيلني من دماغك بقى، انا مش عايز صغار، انا عارف انا بعمل ايه كويس. صاحبك ده يا عم ده تلاقيه كمال البارد. يا عم ولا صاحبي ولا كمال البارد، ده ابويا. ابوك ده ازاي تكلم ابوك كده؟ ده مهما كان ابوك. اه يا عم ابويا ده انا اتخلقت منه، كل حاجه قافل عليا، كل حاجه بيدقق فيها، ولا عاجبه حالي ولا عاجبه صحابي، دايما شايفني عيل قله وعيل تافه. انا ليا اسم كل الناس بتحترمني، مفيش حد في العمليه ما يعرفنيش، انا قد اي حد وبتعامل مع اي حد. انا عايزك تهدى شويه عشان انت بتقوله ده بيحصل معانا كلنا، مش لازم الانفعال بتاعك ده خالص. يا عم ده راجل قديم وتفكيره قديم وعاش على ايام ستي وجدي. ابويا الوحيد اللي بيهني، كل شويه راجعني وانا بتخنق من ده. ولا انت بتتكلم عن ابوك ليه كده؟ لا قيمه ابوك، ابوك هو الحيطه اللي شايله عنك قرف الايام. ولا ايه يا خالصه؟ طول ما جزمت ابوك ده البيت اعرف ان انت لسه في امان. ابوك هو الوحيد اللي في الدنيا اللي نفسه يشوفك احسن منه، ولا العم سند ولا الخال والد. بعد ابوك هتشيل الحمل اللي انت مفكره اي كلام. انا ابويا كان احسن اب في الدنيا، كان بينصحني عشان خايف عليا، كان بيركز في حياتي عشان عايزها احسن من حياته، وكفايه لحد دلوقتي لما تيجي سيره ابويا يقول لك الله يرحمه. الله يرحم ابوك يا اسامه، تكرم من اجله. شفت الكلمه دي؟ اهي السيره طول من المسيره، اهي السيره طول من المسيره.